السلام عليكم الإخوان، اليوم غادي نحاولوا أننا نفهموا تيوريم دوغوس في الإلكتروستاتيك. ألوغ تيوريم دوغوس هي الأساس ديال الإلكتروستاتيك، علاش؟ حيت هي اللي كتمكننا أننا نحسبوا لو شون إلكتروستاتيك، حيت كما قلت لكم في ذاك الموديول ديال الإلكتروستاتيك كامل المهم ديالنا هو نحسبوا لو شون إلكتروستاتيك، وانطلاقا من هذا لو شون نقدروا نحسبوا البوتونسييل والإنرجي إلى أنسي دي سويت. ألوغ خاصنا نعرفو كيفاش نكالكليو لو شون، وهاد تيوريم دو غوس هي اللي كتخلينا اننا نكالكليو لو شون في بزاف ديال الحالات. الوغ يلسيفي اننا نفهمو هاد لو تيوريم دو غوس كيفاش ممكن اننا نطبقوها. الوغ تيوريم دو غوس ديجا شفناها شنو كتساوي، اليوم غادي نزيد نتعمقو فيها شويه باش نفهموها مزيان. تيوريم دو غوس، الوغ تيوريم دو غوس ليكريتور ديالها هي هادي لو فلي اترافير de e fois d de s est égal à q intérieur c epsilon 0. alors هذا الانتيغرال كنعرفو، هذا علاش درنا ليه؟ كحيت واحد لا سيرفاس اللي هي فيرمي. هاد دي دو اس هادي الانتيغرال ديال لو شون الكتروستاتيك، هاد او هو لو شون الكتروستاتيك اترافيرس ان سيرفاس فيرمي. هاد سيرفاس قلنا خاص تكون الا كانت متجهه سافو دير واحد لا سيرفاس اللي هي اوريونتي، ولا درنا هاد الانتيغرال هكا صافو دير واحد الانتيغرال لي فيرمي. هاد لا سيرفاس خاص تكون فيرمي، يعني خاص تكون ديليميتي واحد لو فوليم، يعني واحد لا سيرفاس بحال سديتي واحد لابول ولا سديتي المهم اي سيرفاس سديتيها كيكون واحد الفوليم لداخل ديالها، الا ما كانتش فيرمي ما غيكون حتى شي فوليم لداخل ديالها. مفهوم؟ الوغ هاد الانتيغرال ديال او اترافيرس ان سيرفاس فيرمي، وكنقولوا ليها لو فلو. الوغ هاد ليكروتي كنقولوا لو فلو دي شون الكتروستاتيك اترافيرس ان سيرفاس فيرمي. الوغ انطلاقا من هاد الكتابة هادي غادي نقدرو أننا نحسبو لو شون إلكتروستاتيك في بزاف ديال الحالات. الوغ أول حاجة اللي خاصكم تعرفو، بعدا خاصنا نفهمو بعدا هاد ليكريتور. الوغ بلاتي باش منبقاش ندير ليكم أنقا، نعس ليكم الورقة ديال الوساخ بوحدها ونخلي ليكم هاد الورقة ديال الكور باش منبقاش تخربو. الوغ أي سيرفاس كيف ما كانت، هادي نعتبروها هادي واحد لا سيرفاس، اعتبرو دابا هادي كتشوفوها في 3 ديمونسيون. مفهوم؟ الوغ هاد لا سيرفاس كتشوفها في 3 ديمونسيون يعني مسدوده. لو فلي دو شون الكتروستاتيك، هادو هما المتجهات ديال او، هادو هما لو شون الكتروستاتيك في هاد لا سيرفاس. فاش كنحسبو لو فلو يعني بحال قلتي اعتبر دابا هاد المتجهات، اعتبرهم كيما بغيتي تعتبرهم، ولكن المهم شحال من متجهه خارجه لينا من هاد لا سيرفاس، هذا هو لو فلو اللي كيتسمى لو فلو. يعني لو فلي دو شون الكتروستاتيك هادو هما لي شون الفورس لي شون الكتروستاتيك اترافيرس هاد لا سيرفاس، يعني اي سيرفاس كيف ما كانت خديناها خاص المهم الكونديسيون انها تكون فيرمي. هادي هي سيرفاس فيرمي هي اول حاجه. لو شون يعني هاد لو شون الكتروستاتيك اللي خارج لينا من هاد لا سيرفاس هذا اش كيساوي؟ كيساوي كا انتيريور، يعني لي شارج اللي كاين انتيريور، كانت غير شارج وحده هو داك المهم المجموعه ديال لي شارج، هادو هما لي شارج اللي كاينين. كيو انتيريور هي لا سوم ديال هاد لي شارج اللي كاينين مقسومة على واحد ليبسيلون زيرو البيرميتيفيتي دو فيد. الوغ هادشي اللي كاين، كانت عندنا شارج وحده كيو وحده، الوغ هنا كتكون كيو على ايبسيلون زيرو، ما كانت عندنا حتى شي شارج، هنا كانت عندنا زيرو ديال لي شارج هنا. هاد لو فلي هذا ايتيغال ا زيرو، هاد لو فلي دي شون الكتروستاتيك اترافيرس ايتيغال ا زيرو. مفهوم؟ واخا باغ اكزومبل كاينه واحد لا شارج هنايا هي اللي كريات لينا هاد لي شون الكتروستاتيك في هاد لي بوان هادو، ولكن هاد لو شون الكتروستاتيك اترافيرس هاد لا سيرفاس كامله في التوتال كنلقاو ايتيغال ا زيرو. علاش؟ حيت ما كان حتى شي شارج على الانتيريور. مفهوم؟ باش غادي نفهمو نعطيكم واحد ليكزومبل اخر. كيما قلت لكم كاينه واحد لا شارج كي هنايا هي اللي كريات لينا واحد لو شون الكتروستاتيك هنا، كريات لنا واحد لو شون الكتروستاتيك هنا نعتبروها بوزيتيف. كاين واحد لو شون الكتروستاتيك كي واحد لو شون، يعني في اي بوان كتلقى واحد لو شون الكتروستاتيك بارابور هاد كان اللي هو غادي. مفهوم؟ يعني في اي بوان خديتي هاد لو بوان تلقى واحد لو شون الكتروستاتيك غادي. غادي نجي انا هنا غادي نعتبر واحد لا سيرفاس اللي هي فيرمي، هي هادي. بغيت نحسب لو شون الكتروستاتيك في اي بوان، هنا كاينه واحد فهمتي، هنا كاينه نورمالي شون الكتروستاتيك. بغيت نحسب لانتيغرال ديال او اترافيرس دي تو اس، بغيت نحسب لو شون الكتروستاتيك الفلو ديال لو شون الكتروستاتيك اترافيرس هاد لا سيرفاس فيرمي. اكوا ايتيغال؟ هنا ما كاين حتى شي شارج ايتيغال ا زيرو. كيفاش غادي نفهموها؟ علاش ايتيغال ا زيرو مالغري انه عندنا لي شون الكتروستاتيك هنا؟ علاش هاد لانتيغرال ديال او اترافيرس دي تو اس ايتيغال؟ علاش؟ حيت داكشي اللي دخل هنا هو نفسو داكشي اللي خرج هنا. مفهوم؟ هنا
كاين لي فورس لي شون الكتروستاتيك بارابور هادكي، داكشي اللي دخل لنا في هاد لافاس هادي هو اللي خرج لنا من هنا. داكشي علاش لانتيغرال ديال او لو فلو ا ترافيرس هاد دي دو اس كامل ايتيغال ا زيرو. هنا دخلت لنا 21 خرجوا لنا 20، دونك ما بقى عندنا حتى شي شون الكتروستاتيك ا ترافيرس هاد لا سيرفاس دي دو اس. بون الوغ دابا خاصنا غير نفهموا كيفاش اننا نطبقوا هاد الخاصيه هادي اللي هي تيوريم دوبوس. الوغ غادي نوريكم انا جوج ليكا. الكل الاول هي غادي نعتبر واحد السفير انيفورميمون شارجي بروميير كا، نعتبر بروميير كا شنو هي بروميير كا؟ هي واحد السفير اللي انيفورميمون فاش كنقولوا واحد السفير الو هي واحد لونيتي دو فوليم. الو باش غتكون مشارجي غتكون مشارجي افيك انتونسيتي فوليميك. هنا خاصنا نسطرو على هاد انيفورميمون، ديما خاصكم تردو البال انيفورميمون. الا ما كانتش لا شارج انيفورم راه غادي يكون عندنا لي كالكول شويه صعب، ماشي بحال اللي كان عندنا لي كالكول اللي هما صعب. لوغ تيوريم دوس هي اللي غادي نطبقو. نشوف هاد البروميير كا ديال واحد لو سفير لي انيفورميمون شارجي avec une densité volumique grand. On va dire chauffe واحد لو كا ديال واحد لو بلون اللي هو انفيني انيفورميمون شارجي. كيفاش ممكن اننا نطبقوا؟ حيت التطبيق ديال هذه القاعده هو الاساس. نشوف كيفاش نطبقوا هذه القاعده. الو هاد سفير انيفورميمون شارجي غنعتبروها دو غايون ار، دو غايون نعتبروا هاد السفير دو غايون غون ار. الو كيسكو زافو دير هذه هي السفير ديالنا هي هادي. سفير دو غايون ار عندنا دوكا جوج الحالات، غنعتبرو واحد السفير كبر منها وغنعتبرو ولا غنعتبرو واحد السفير صغر منها. بغينا نعرفو هاد لو فلو دي شون الكتروستاتيك اترافير واحد لا سيرفاس فيرمي. هاد لا سيرفاس فيرمي في هاد الحالة شنو هي؟ سيرفاس فيرمي هي سفير، هي واحد الكرة، ولكن هاد الكرة واش كبر من هادي ولا صغر منها؟ يعني كاين جوج حالات. نديرو بخومي كا غادي نشوفو سيبوزون نفترضو واحد لا سفير، سيبوزون سفير دو غايون ار انفيريور ار. نعتبر واحد السفير في هذه الحاله عندها واحد لو غايون انفيريور ار. كيسكو زافو دير يعني عندنا واحد السفير اللي هذا هو، هذه هي السفير ديالنا هي هذه، لو غايون ديالها شنو هو؟ هو بوتيت ار. هاد السفير الصغيره هي اللي غنطبقوا عليها تيوريم دوغوس باش نشوفوا لو شون الكتروستاتيك ا لانتيريور. حيت دابا حنا شنو بغينا؟ بغينا لو شون الكتروستاتيك ا لانتيريور ولو شون الكتروستاتيك ا ليكستيريور. شنو هو ليكست؟ يعني اي بوان كيف ما كانت هنايا بغيت لو شون الكتروستاتيك شحال كيساوي. سي با لا بين نديرو لي كالكول، غنطبقوا تيوريم دوغوس وغنعرفوا لو شون الكتروستاتيك سواء ا لانتيريور سواء ا ليكستيريور. ف ا لانتيريور شنو كيبقى لنا؟ كيبقى لنا غير هاد لا سيرفاس دوغوس، حيت هاد تيوريم دوغوس الانتيغرال ديال او اترافيرس اون سيرفاس، يعني هاد لا سيرفاس هي علاش داير الفيلم كامل هاد دي دو اس. الوغ ديما واحد لاستيس بخومي غاستيس اللي خاصكم تعقلوا عليه لو غادي تسطر عليه، هو خاصنا نحددو واحد لا سفير، واحد لا سيرفاس عفوا، خاصنا نجبدو واحد سيرفاس دون او ايتيغالا كونستانت. هادي هي اللي غتعقلوا العقل غير على هاد الجملة. صافي راه فهمتو تيغم دوبوس اش كتعني سيرفاس دون او تيغالا كونستانت؟ خاصني نجبد انا واحد لا سيرفاس دائما فاش كنقلب على سيرفاس دوغوس، خاصني نجبد واحد لا سيرفاس اللي فيها او كونستانت. علاش؟ فاش ملي غادي ندير هاد لانتيغرال ديال او دي دو اس، هاد او كونستانت غادي يخرج لينا وغانتيغريو دي دو اس بوحدها، ما نبقاش نانتيغري او مع دي دو اس. الا كانت او ديبون دو دي دو اس خاصني نانتيغري هادشي كامل، الوغ هادشي كامل غادي نبقى نعقد لي كالكيل. كيفاش غنسهل لي كالكيل؟ خاص تكون هاد او كونستانت باش تخرج من لانتيغرال. او بارابور اكوا؟ بارابور هاد لانتيغرال. هاد لانتيغرال باش كيتعلق كيتعلق باس، يعني ال سيفي ان او ما كتعلقش بهاد اس باش نقدر انني نخرجها. هذا هو الفيلم لاش دار سيرفاس دون او ايتيغال كونستانت. داكشي علاش قلت لكم
السيغفاس هنا اشنو غادي نديرو؟ غادي ناخذ واحد لا سيغفاس اللي هي سفير. علاش؟ حيت دابا عندنا هاد لا سفير اللي اعتبرنا في الاول لا سفير يونيفورميمون شارجي، هي عندها واحد لو سيميتري سفيري. وفاش كتكون عندنا واحد لو سيميتري سفيري سافو دير ان او نو ديبون كو دو ار. يعني في اي بوان او ما كتعلق لنا غير بار او لا دو شون الكتروسيك لا يتغير الا اذا تغير ار. اذا ما تغيرش لنا ار راه او كونستانت. الو امتى كيكون او كونستانت؟ الا كانت ار كونستانت. شنو هي ار كونستانت؟ هذه هي ار كونستانت. الو سافو دير عندنا واحد السفير، سي بور سا خدينا هاد لا سيرفاس دوكوس هي واحد لا سفير. غير هاد لا سفير هادي هي ساسوا كيكون عندها لوغيون صغر من ار ولا لوغيون كبر من ار. الو فهاد الحاله الاولى فاش كيكون عندنا لوغيون صغر من ار لانتيغرال اترافير هاد لا سفير هادي صغيره ديال او اترافير هاد لا سيرفاس اوريونتي فيرمي هي كيو انتيريور سير ابسيلون 0 او دو كوا ديبون متعلق ب ار. ولكن لو سونس ديال او هو لو سونس غاديال، يعني لو سونس هو هذا او فهاد لو بوين هادي هو هذا، يعني سويفون او ار مفهوم. و سيرفاس اوريونتي ديالنا حتى هي باش متعلقه حتى هي كتكون نورمال، يعني او اي دي دو اس عندهم نفس لو سونس، يعني انتيغرال ديال او فوا دي دو اس حيت او فوا دي دو اس عندهم نفس لو سونس، يعني او فوا دي دو اس في كوسينيس انتر او اي اس هي كوسينيس 0 هي 1 الوغ ايتيغال او. دابا او حيت كونستانت قلت لكم فهاد لا سفير هادي كونستانت حيت او نو ديبون با دو ار، هي خرجناها غتبقى لينا لانتيغرال ديال دي دو اس. وشنا هي لانتيغرال ديال دي دو اس؟ هي اس. وشنا هي اس؟ هي السيرفاس ديال ديك لا سفير. شنا هي السيرفاس ديال لا سفير؟ معروفة هي او فوا 4 بي ار او كاري بوتي تير، حيت كنحسبو دابا هاد البوتي سفير كنحسبو لو شون الكتروسيك اترافيغ هاد البوتي سفير اكوايتيغال Q انتيريور. الوغ شنو هي Q انتيريور؟ عارفين ان رو هي دي دو كيو سير دي دو في، وعارفين ان لا سفير لا انيفورميمون شارجي سافو دير دي دو كيو ايتيكال رو فوا دي دو في. فاش غتنفعنا هاد لانيفورميمون شارجي؟ كتنفعنا هو ملي غادي ندير Q انتيريور هي هي تريبل انتيغرال ديال دي دو كيو. علاش كنديرو تريبل انتيغرال؟ يعني الانتيغرال فوليميك، l'intégrale suivant x, l'intégrale suivant y, l'intégrale suivant z, l'intégrale suivant r, l'intégrale suivant theta, l'intégrale suivant phi. يعني واحد l'intégrale اللي هو volume à quoi est égal égal à triple intégrale ديال d de q هي rho fois d de v. tant que rho constante حيث uniformément chargé يعني ما متعلقاش بالd de v، يعني ممكن انني نخرج rho وغانانتيغري d de v. فاش غانانتيغري d de v suivant triple intégrale يعطينا لو volume ديال واحد لا سفير. ولكن اين سفير لو فوليم ديال هاد بوتي سفير؟ علاش؟ حيت كنقلبوا على هاد كي انتيريور كي اللي كاينه هنا الانتيريور ديال هاد لا سفير. حيت خدينا دابا لو شون الكتروستاتيك اترافيرس هاد لا سفير هادي، الو خاصنا نعرفو كي الانتيريور، يعني الانتيريور ديال هاد لا سفير هادي، يعني لو فوليم ديال هاد لو بوتي سفير. الو اكويتي ايغال رو، شنو هو لو فوليم ديال لا سفير؟ هي 4 بي سير 3 petit r دائما petit r اس 3. alors 4 pr au carré égal à q intérieur sur epsilon 0. q intérieur هي هادي رو 4 p سير 3 r اس 3 مقسوم على epsilon 0. تمشي لينا 4 p مع 4 p، تمشي لينا r مع r. alors en fin de compte شحال غادي يبقى لينا e اكواي تيغال رو سير 3 epsilon 0 r رو سير 3 زيب سيرون 0 فوا R. هذا لو شون إلكتروستاتيك في هاد لو بخومي كا، يعني هانتوما لوت هاد لا تيوغيم دوغوس باش مزيان هي جبات لينا لو شون إلكتروستاتيك في أي بوان ألانتيغيوغ ديال هاد لا سفير هادي، يعني أي بوان هنايا جبت أنا هاد البوان هنايا. حيت دابا هاد إيغ راه ماشي هاد لا سفير ضروري خاص تكون قد هاكا، هاد لا سفير غير درنا أو كا أو إيغ إي إنفيريور إيغ، يعني كيف ما كانت هاد إيغ، يعني سوا كانت هنا المهم خاص غير هاد إيغ ما تكونش كتفوت لنا هاد إيغ، يعني تكون غير إنفيريور إيغ. يعني في أي بوان جبنا هنا لو شون إلكتروستاتيك هنا شحال كيساوي؟
كيساوي رو سير 3 يبقى دي واحد لا كونستانت فوا ار. ار هي المسافه انت خال لو سونتر ديال هاد السفير هنا لو شون الكتروستاتيك هنا يعني رو 3 بسيسون 0 فوا ار. يعني حنا دابا جبنا لو شون الكتروستاتيك الانتيريور ديالنا ولو سونس ديالو لا سويفون او ار. يعني درنا متجه غنضربوه في او ار سويفون واحد المتجهه اللي هي راديال. احنا جبنا لو شون الكتروستاتيك الانتيريور الو غادي نشوفو دابا الدوزيام كا دوزيام كا شناهي هي ار اي سوبيريور ار. يعني دابا هذه هي لا سفير اللي شفنا قبيله اللي انيفورميمون شارجي لي دوغيون ار. هذه انيفورميمون شارجي دابا جبنا واحد لوغيون ار يعني هاد لا سفير هذه سوبيريور هاد لا سفير. يعني علاش خدينا هاد لا سيرفاس هادي باش نعرفو لو شون الكتروستاتيك في اي بوين ا ليكستيريور ديال هاد لا سفير هادي فو. الوغ لانتيغرال ديال او فوا ديال اس ا كوا ايتيغال دائما او او دي دو اس عندهم نفس لا سونس لو سونس الوغ ايتيغال او فوا لانتيغرال ديال دي دو اس. لانتيغرال ديال دي دو اس هي اس يعني لا سيرفاس ديال هاد السفير هادي. يعني او اترافيغس هاد لا سفير كون هاد لا سيرفاس هادي يعني او و 4 بي ار بيتي تي دائما بيتي تي حيت كنشوفوا هاد لا سفير هادي لو الشون ايكوز اتروايز هاد لا سفير يعني ار او كاري ا كوايت ايغال كيو انتيريور اللي هي رو فوا لو فوليوم. لو فوليوم ديالاش ماشي هاد لو فوليوم لو فوليوم هادي يعني كي انتيريور فين كاينه كي كاينه هنا هانت شوف كي انتيريور اشنو كتساوي كتساوي لانتيغرال تريبل انتيغرال ديال دي دو كي دي دو كي فين كاينه دي دو كي راه كاينه هنا راه شارجينا كاينه هنا الو تريبل انتيغرال ديال غو فوا دي دو في الو غو كونستانت هنايا الو غو فوا تريبل انتيغرال ديال دي دو في. دي دو في هي هادي دي دو في هادي لو مون دو فوليم انتيغرين على هاد لو فوليم كامل غيعطينا لو فوليم ديال هاد البوتي سفير اللي هي 4 بي سير 3 غوندير و 3 حيت كنشوفو هاد البوتي سفير الو كيساوي غو فوا 4 P سير 3 R و 6 الو 4 P غتمشي هنا من 4 P اش غتبقى لينا تبقى لينا E اكوا تيغال تيغال رو سير 3 إبسيلون 0 نسينا مقسمناش على إبسيلون 0 هنايا رو سير 3 زيبسيلون 0 R رو كاري سير R و 3 بالعكس R أس 3 سير بوتيت R أو كاري يعني E ديالنا أكويت إيكال كيساوي رو سير 3 زيبسيلون 0 كغونت R هي هاد كغونت R أس 3 على R أو كاري. ألوغ قلنا لو شون إلكتروستاتيك ديالنا E أكويت إيكال إلا كانت R inférieur à R ou la quand R supérieur à R et la quand R supérieur à R elle est impliquée c'est 0 c'est 3 epsilon 0 R plus 3 c'est R au carré ou et la quand R inférieur à R rho R c'est 3 epsilon 0 rho R c'est 3 epsilon 0. Alors à ce que nous يعني اننا الا بغينا ندرسوا واحد التغيرات ديال لو شون الكتروستاتيك او اون فونكسيون دو ار اللي قلنا او دي بون كو دو ار الا كانت عندنا هاد ار هادي انفيريور هاي هي غون تيغ ديالنا الا كانت بوتي تيغ انفيريور ار يعني من هنا من 0 حتى ل ار هادي كتكون عندنا او فوا او فوا بوتي تيغ عفوا يعني راه غو هو بوتيت ار. هاد ار بحال الاكس هو لو فاريابل ديالنا. يعني هنا هاد غو سير 3 ايبسيلون 0 شنو هي واحد لا كونستانت لا كونستانت فوا ار. يعني كيفاش غيكون التغير ديال او اون فونكسيون دو ار كونستانت فوا او. يعني بحال قلتي اف تيكالا ا فوا اكس يعني على شكل واحد المستقيم غتبقى غادي غادا 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 حتى كتوصل لينا لهاد لو بوان هادي هاد لو بوان هادي لا عوضنا بكونتيغ هنايا يعني غو
فوائر سي 3 ايبسيلون 0 يعني هذا لو بوين اللي شناهي هي رو فوائر سي 3 ايبسيلون 0 يعني عوضنا هنا بكونتير مفهوم و من ار سوبيريور ار يعني هنايا الا كانت ار سوبيريور ار يعني هذه كامله واحد لا كونستانت او ار وستات ديال كونستانت سي 3 كونستانت سي ار كاري شناهي التغير ديال الا كانت عندنا اف تيغالا ا واحد لا كونستانت سي اكس او كاري كيفاش كدير هذا شكل واحد لي بيربول كتغير بحال هكا لانفيني الا كانت ار تونفير بلس لانفيني يعني هذه تونفير 0 تونفير 0 alors هذا هو التغير ديال E en fonction de R يعني الشون الكتروستاتيك اللي امتى كيكون ماكس في لو بوان R علاش في لو بوان R حيت في هذا لو بوان R هذا حيت هذه هي السيركل ديالنا قلنا كيو انتيريور امتى كيكون كيو انتيريور ماكس دابا هذه هي السفير ديالنا مشارجي امتى كيكون هذا كيو انتيريور كتكون ماكس يعني ماشي في هذا لو بوان حيت في هذا لو بوان كيو انتيريور كتكون قليله في هذا لو بوان كيو انتيريور كتكون يعني امتى كتكون ماكس في هنا في هذا لو بوان هذه علاش حيت كتكون كيو انتيريور كامله شادين هاد السفير كامل هنا كيو انتيريور هنا راه هي هادي نيت ولكن شنو المشكل كنبقاو نبعدو ثاني على هنا لو شون الكتروستاتيك حيت قلنا لو شون باش كيتعلق متعلق بلا شارج ومتعلق بار كل ما كانت لا شارج كبيره كل ما كان كبير كل ما كانت لا ديستونس كبيره كل ما كان صغير يعني دي بون بروبورسيونيل انفيرسون بروبورسيونيل هذا يعني هنايا هي لا شارج عندنا كبيره الا مشينا ثاني كنبعدو بغينا كنبعدو على هادي يعني كيكون انفيرسون بروبورسيونيل كيبدا يصغر يعني شنو هي لو بوين اللي قريبه لو سونتر اي او ميم طون لا شارج فيها ماكسيمال او البوين اللي شفنا هاد البوين مقريبه شي ولكن بقينا عاوتاني فتنا هنا وصلنا لهنا هاد البوين راه قريبه لهنا ولكن لا شارج ماشي ماكسيمال يعني متى كتكون اي شنو هي البوين اللي قريبه لو سونتر مي لا شارج ماكسيمال هي هاد لو بوين اللي كاينه بحال هكا ديال الفرونتيير ديال هاد السيركل داكشي علاش لو شون الكتروستاتيك فهاد ار اي ماكسيمال